ولذلك الذي يذهب إلى القراء هؤلاء، وقال الشيخ صالح فوزان الله يحفظه يقول هؤلاء فتح مقر للرقية بدعة أصلا، هذا ما كان السلف يعرفونه. يذهب له فلان وعلان، كم زبون جاء طوابير وعالم حتى يقرأ عليهم، هذا يفكر ما في جيبك قبل يفكر يقرأ عليك أصلا. فنقول للناس لماذا تذهب وتكشف عورتك وعورة زوجتك ولا ابنتك لهذا القارئ اللي ما لا هم له إلا ماذا؟ إلا أن يأخذ المال. كثير منهم، بل بعضهم رقي على الطلب، بعضهم يوزع كروت، بعضهم يعلق إعلانات في المستشفيات رقية شرعية تصل، هذا قصد أن ينفع الناس ولا يقرأ عليهم ولا قصد المال؟ المال. وقد صرح لي بعضهم هكذا لما ناقشته، قال ايش اعمل ترزق، قال ابي زوجه ثانيه وافتح زوجه ثانيه، عينك عينك، يبي رقيه شرعيه عشان يتزوج زوجه ثانيه يطلع له فلوس، عجيب. وبعضهم قال ايش والله ما في شغل، والله الذي لا اله الا هو، اكثر من شخص يقول هذا الكلام، كل ما في وظيفه كذا على الاقل بدل لا ناس تروح حق السحره او حق الكهنه وحق، على الاقل انا اقرا الكتاب والسنه، ما اخذها مهنه. هذا قلبه عليك ان الله يشفي. لا ازيدكم بعضهم أصلاً يريد هذا، إيش الأخ يصير ماذا؟ زبون دائم، رايح راد عنده، رايح راد عنده. والذي لا إله إلا هو يا أخوان، هذه حقيقة، ما يبك تجي مرة واحدة تروح، تعالي بعد أسبوعين، تعالي بعد 10 أيام، روح عشان جاي رايح جاي، وكل مرة تدفع. وذلك من الغرائب، خطبت ذات يوم خطبة جمعة فتكلمت عن هذا الأمر وكذا وكذا بما شيء مما الآن ذكرته لكم. فبعد الخطبة جاءني واحد وقال أنت تعنيني بالخطبة؟ قلت لا يبا ما أعني، كان يتكلم، قال كلام تقول هذا تماما ينطبق علي أنا وزوجتي. رحنا الواحد، أنا 10 سنوات ما جاني أولاد، رحنا حق واحد اللي قرأ، قال تعال بكرة تعال وندفع وندفع لحد لا ندافع 600 دينار. يقول خلاص اللي فيك حين طلع إن شاء الله هالمرة تحمل الزوجة، ما حملت، رجعنا له قال لا. يقول آخر شيء قال أنت فيك فريج كامل جن، تعرف شنو فريج؟ يعني حارة كاملة ساكنين بهذا هو مع زوجته. والله يقول هالكلام بعد خطبة الجمعة. وبعضهم حتى نخوف الناس، أنا أريد ما يخافوا، ما يكون في أصلا لا صرع ولا جن، فإذا ذهب إلى هؤلاء ركبوا فيه الجني، أو لأن المكان كله جن يركب جني فيه. هذه حقيقة، والذي لا إله إلا هو أقول لكم هذه حقيقة. وذلك أخبرني بعضهم قال كنت مريض وعجز أطبائي أن يشخصوا إيش فيني من مرض، مرض في المعدة في البطن، فمنذ أن ذهبت إلى هؤلاء أخذت أسرع ورايح راد أسرع ورايح راد أسرع، وكل مرة ها يكبس عليه كبسة وأطلع ما فيني شيء، أروح البيت جاني مرض ثاني. قال لي يهمني مو الفلوس اللي أدفعها، اللي يهمني لما أرجع 3 ساعات على ما يجيني الدور من العالم عندهم. هذا بالله عليك هذا قلبه معك يدعو لك؟ لا. واحد اشتغل حدثني بنفسه، قال اشتغلت ايش مع واحد من القراء حجامة، يعني هو فاتح كل شيء طبعا، يقرأ وحجامة وعسل وزيت ومدري ايش ونقاب مقرين عليه وعسل مقرين عليه وزيت مقرين عليه وخذ. فيقول من ضمن المشروع حطني ايش انا حجامة بعد. فيقول جاني شاب صغير يقول يمكن اقل من 20 حجامة، سويت له حجامة. يقول بعدين قال لي متى المرة الثانية؟ قلت لا خلاص انت ما يعني اصلا انت شاب صغير و يعني ما فيك اخلاط كثيرة من الدمعة. يقول كان يقول لي هذا صاحب مشروع اسكت، لا تعال بعد اسبوع. قلت شنو بعد اسبوع؟ يقول انا طلعت منه لانه شفته ينصب على الناس، يبيني كل اسبوع احجم الشخص نفسه هذا. لماذا؟ لكسب اموال الناس بالباطل. يجوز هذا؟ فلذلك انا اقول ليس من المشروع، ليس من السنة على الاقل، انك انت تمشي وتقول حق الناس ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي، ها لا تنسى دعائك. لا لا، هل مر عليكم الصحابه فعلوا ذلك؟ انت انفع اخاك ادعو له بظهر الغيب، وهو اذا كان فعلا يحبك وانت عزيز عليه يذكرك بالخير ويذكرك في دعائه، سواء في الطواف ولا في السعي ولا في السجود ولا باي مناسبه، فلان الله يذكره بالخير، فلان الله يغفر، الله يجزي خير، فلان بيض الله وجهه، بدون لا يسمعك ولا تسمعه. هذا الأخوة. واضح يا إخوان؟ طيب كمل.